لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، صحيح المسند المختصر من السنن يرويه العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور باسم صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري الكشيري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومع تيسير البحر المحيط الثجاج، شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج لشيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الإمام مسلم بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ثم أورد أول يعني الشواهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بالسند المتصل الإمام مسلم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب، قال: وهو ابن عبد الرحمن القاري. ثم حول الإسناد، قال: وحدثنا أبو الأحوص، قال: محمد ابن حيان، قال: حدثنا ابن أبي حازم، قال: كلاهما عن سهيل ابن أبي صالح، قال: عن أبي، قال: عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا فليس منا، ومن غشنا فليس منا. ثم يعرض شيخنا الشيخ محمد الآدم لبعض يعني تراجم رواة الحديث. قتيبة بن سعيد البغلاني أبو رجاء الثقفي ثقة ثبت من العشيرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يعقوب بن عبد الرحمن القاري، يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري المدني نزيل الأسكندرية ثقة من الثامنة، وأبو الأحوص محمد بن حيان نزيل بغداد ثقة من العاشرة. قال ابن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم سلامة بن دينار المخزومي مولاهم أبو تمام المدني صدوق فقيه من الثامنة. سهيل بن أبي صالح أبو يزيد المدني ثقة تغير حفظه بأخير من السادسة. أبو صالح زكوان السمان الزيات المدني ثقة ثبت من الثالثة. أبو هريرة رضي الله عنه الصحابي المعروف المشهور آية الله في الحفظ، يعني متفرد بالرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أول المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر شيخنا الشيخ محمد الآدم لطائف الإسناد، فقال: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وفيه التحديث والعنعنة والتي هي من صيغ الأداء. قال: كذلك فيه رواية الابن عن أبي، وفيه أبو صالح وهو من أثبت من روى عن أبي هريرة، وفيه أبو هريرة أول المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى 5374 حديث. ثم ذكر شيخنا الشيخ محمد الآدم مسألتين، يعني قال: المسألة الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا تفرد به المصنف ولم يخرجه البخاري. المسألة الثانية في تخريج الحديث. ثم انتقل إلى الشاهد الثاني أو المتابعة يعني التي أتى بها رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: حدثني بالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: وحدثني يحيى بن أبي أيوب، يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال جميعا يعني كلهم جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: قال ابن أيوب، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرني العلاء، قال: عن أبي، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. ثم ذكر شيخنا الشيخ محمد الآدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة رجال هذا الإسناد: يحيى ابن أيوب المقابري البغدادي ثقة عابد من العشرة، وابن حجر علي بن حجر السعدي المروزي ثقة حافظ من صغار التاسعة، وإسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزراقي أبو إسحاق القارئ المدني ثقة ثبت من الثامنة، والعلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحراقي أبو شبل المدني من الخامسة صدوق، أبوه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحراقي المدني ثقة من الثالث. وتقدم ذكر قتيبة أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، وفيه التحديث والإخبار والعنعنة من صيغ الأداء، وله فيه ثلاثة مشايخ قرن بينهم. كذلك من هذه اللطائف أن فيه رواية تابعي عن تابعي، والابن عن أبيه، العلاء عن أبي.
ثم ذكر الشيخ شرح الحديث فقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام. في رواية أبي عوانة في مسنده جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق فإذا حنطة مصبرة فأدخل يده فيها، مصبرة يعني مجمعة في مكان كلها بعضها على بعض، فأدخل يده فيها فرأى بللا ثم تكملت الحديث. الصبرة الكومة أو الكومة المجتمعة من الطعام، سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض. قال القرطبي رحمه الله تعالى: صبرة الطعام الجملة المصبورة أي المحبوسة للبيع. والطعام يعني اسم لما يؤكل، يطلقه الحجاز إن ذكر على البر في التهذيب، الطعم في العرف الطعام اسم لما يؤكل، مثل الشراب اسم لما يشرب، وجمعه أطعمة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل صلى الله عليه وسلم يده فيها، أي في تلك الصبرة، وذلك بالوحي. طب ما لما قال الشيخ بالوحي؟ للرواية، ففي رواية أبي داود من طريق سفيان بن عيينة عن العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع، فأخبره فأوحي إليه أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل يدك فيه، فأدخل يده فيه فإذا هو مبلول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش. قال: وأخرج أحمد في مسنده من حديث أبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال: انطلقت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى نقيع المصلى فأدخل يده في طعام ثم أخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلف، فقال: ليس منا من غشنا. يقول: فنالت أصابعه بللا أي نداوة ورطوبة، فقال صلى الله عليه وسلم مستفسرا عن سبب البلل: ما هذا؟ يعني أي شيء هذا؟ يعني ما الاستفهامية؟ ما هذا البلل يا صاحب الطعام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ أي ما هذا البلل يا صاحب الطعام؟ أي ما سبب رطوبة باطن طعامك هذا؟ قال صاحب الطعام: أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي عوانة قال: يا رسول الله أصابه مطر، فهو هذا البلل الذي ترى. والسماء المطر سمي بذلك لنزوله من السماء، وأصل السماء كل ما علاك فأضلك. يعني رد هذا الرجل صاحب الطعام على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعريض، قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته أي المبلول فوق الطعام كي يراه الناس؟ وفي رواية أبي عوانة: أفلا جعلته على رأس الطعام حتى يراه الناس، أي لأجل أن يروه فلا يكونوا مخدوعين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. والغش هو ضد النصيحة. قال الفيومي رحمه الله تعالى: غشه يعني لم ينصحه وزين له غير المصلحة، ولبن مغشوش أي مخلوط بالماء. فليس مني، يقول كذا في الأصول بلفظ مني وهو صحيح، ولفظ أبي نعيم في مستخرجه: من غشنا فليس منا، وعند أبي عوانة: من غش فليس مني، من غش فليس مني. ثم إذا بالشيخ رحمه الله تعالى يقول: قال الإمام البغوي في شرح السنة: لم يرد به نفيه عن دين الإسلام، إنما أراد أنه ترك اتباعي، إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس هو على سنتي وطريقتي في مناصحة الإخوان. هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك، يريد به الموافقة والمتابعة. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فمن تبعني فإنه مني. والغش نقيض النصح مأخوذ من الغشش، وهو المشرب الكدر. ثم ذكر الشيخ محمد الآدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة مسائل تتعلق بهذا الحديث. المسألة الأولى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا تفرد به المصنف رحمه الله تعالى. والمسألة الثانية في تخريج هذا الخبر. ثم ذكر في المسألة الثالثة الفوائد المستنبطة والمستخرجة عن هذا الحديث. يقول: أول هذه الفوائد بيان تحريم الغش، وأنه من الكبائر التي تنافي مقتضى الإيمان، إذ الواجب على المسلم مناصحة أخيه المسلم، فإذا غشه فقد ناقض ذلك، وهذا هو وجه المطابقة في إيراده في أبواب الإيمان، إذ هو من أضداده والشيء يناسب ضده. إذ الواجب على المسلم مناصحة أخيه المسلم، فإن ذلك من الكبائر، فإذا غشه فقد ناقض ذلك.
كذلك من الفوائد ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العناية بما يجري بين الناس من التعامل، وكذلك إرشاد الضال إلى الحق وتحذيره من الوقوع في خيانة الإخوان، يعني إخوانه المسلمين، ومن ثم في خيانة نفسه، إذ من لم يناصح إخوانه لم يناصح نفسه، إذ من لم يناصح إخوانه لم يناصح نفسه. كذلك من الفوائد التي ذكر شيخنا رحمه الله تعالى رحمة وسعة حرص الشريعة على إبعاد كل ما يحصل به الضرر للمسلم، حرص الشريعة على إبعاد كل ما يحصل به الضرر للمسلم. كذلك منها أن التدليس في البيع حرام، مثل أن يخفي العيب أو يصر الشاه أو يغمر وجه الجارية فيظنها المشتري حسناء أو يجعد شعرها، غير أن البيع مع ذلك يصح، ولكن يثبت للمشتري الخيار إذا وقف عليه، يعني على العيب، كما أثبت ذلك له النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له فيما أخرجه الشيخان لفظ المسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من التمر. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: ولو اطلع المشتري على العيب بعدما هلك ما اشتراه في يده، أو كان عبدا قد أعتقه، فيرجع بالأرش، وهو أن ينظر كم نقص العيب من قيمته فيسترجع بنسبته من الثمن، يعني الجزء الذي كان فيه العيب أو التدليس يرجع بقيمته على الذي باعه ذلك. أما ما يتلو ذلك من باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، فهذا بإذن الله تعالى في المرة القادمة إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم ثقل موازيننا بما يرضيك عنا، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.